وانا نادر اخوان. يا صاحبي واش خو وي الناخب الوطني في المباريات الاولى من كاس الامم الافريقيه وخصوصا في دور المجموعه للدخول في غمار هذه المنافسه التي ستنطلق بعد يومين من الان بالمباراه الافتتاحيه. لا شيء ان درجه الحراره اليوم وصلت الى 35 كذلك بمدى تحملهم وبمدى اثار الكهف الذي ظهر عليهم. تياتوس.